وتقسيم الدوائر الانتخابية وحالة الطوارئ. انقسمت الأحزاب المشاركة حول موعد إجراء الانتخابات. معانا على التليفون الدكتور رفعت السعيد، أهلا وسهلا، رئيس حزب التجمع. أهلا وسهلا دكتور رفعت. الله يخليك. حضرتك حضرت الاجتماع اليوم؟ حصل. يعني حضرتك يا ريت بقى تنقل لنا الصورة الحقيقية، لأنه احنا كلنا في انتظار. هل توصلتوا إلى القائمة النسبية أم القائمة الفردية أم الجمع بين الاثنين؟ شوفي، هو اللي حصل إنه حضر 34 رئيس حزب. أيوة. 32 أجمعوا على ضرورة أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة. أيوة. وطبعا اثنين تانيين أظن واحد طلب بالانتخاب الفردي واحد كذا يعني. مين اللي اعترضوا؟ ما يعني أسماء ما أعرفهاش. أيوة. في أحزاب لسه معمولة. لكن لو 32 من 34 اتفقوا، أعتقد إن دي أغلبية كاسحة. كاسحة. أيوة. كان في اثنين. أفهم من ذلك إن سيعمل بالقوائم النسبية؟ لا طبعا. ازاي؟ ايه علاقة ده بده؟ ازاي يا دكتور؟ 32 من 34 مش عايزه يعني في اجماع شعبي. ايوه اتفضل. هو كان في اثنين من الساده المستشاري المحكمه الدستوريه العليا. ايوه. وهم اكدوا انهم لا يعني لا يعبرون عن راي المحكمه، لان المحكمه لم تفوضهم في شيء. أيوة. ولكن هم عرضوا وجهة نظرهم الشخصية، وكانت وجهة نظرهم انه المساواة والعدالة والحق وكده لازم يبقى 50% قوائم و 50% فردي، لانه لازم نضع في الاعتبار النسبة الكبيرة للافراد الذين ليسوا منتمين الى احزاب. فانا سألتهم هم كام المنتمين للأحزاب؟ 5%. قالوا أقل. اللي مش منتمين للأحزاب أزيد من 95%. قالوا أه. قلت لهم طب ليه تظلموهم وتدوا لهم 50% بس؟ أيوه. ما تدوهم ال 5%. ما تدوا لهم يعني. لكن على أي حال أنا ما أعتقدش إنه هل وارد انه ساعات مستشار باجاتو او اي قاضي اخر يدلي بدلو قبل طرح هذا امام المحكمه؟ ما هو ما فيش طرح امام المحكمه. لا يعني ما لو طرح، يعني لو حضرتك انت جيت بكره قلت لا احنا مش عايزين 50% انا هطعن. لا ده اللي بيطعن الاحاله للمحكمه الدستوريه لازم يبقى من المحكمه. أيوة. يعني على أي حال. على أي حال. أنا أعتقد إن القضية الأساسية هتحسم إمتى؟ النسبية ولا الفردية هتحسم إمتى؟ إذا القرار إن الانتخابات باب الانتخابات الترشيح يتفتح قبل أول أكتوبر، يعني بعد خلال 9 أيام. أيوة. فهيبقى يعدلوا إمتى ويغيروا الدوائر إمتى ويعملوا إمتى؟ وإلى هنا يبقى الزمن حكم الأمر. النقطة الثانية انه اثيرت قضيه الدستور اولا وهكذا، وانا تكلمت وقلت ان احنا طالبنا بالدستور اولا، فانتم وعدتم بانه يعد وثيقه تكون مؤسسه للمبادئ الاساسيه للدستور، وتعهد المجلس العسكري باصدارها وان تكون ملزمه، وعايزينكم تنفذوا وعدكم. فيعني ما اتقال بس تتفقوا مع بعض وبتاع، وهنتفق ازاي اذا احنا عاملينها ضد ناس؟ ما هو احنا اتفقوا على الا يتفقوا يا دكتور. يعني اتفقوا على الا يتفقوا. نعم. وفي احد الساده الحاضرين هجم العضو الاخواني اللي كان قال اذا ما التزمتوش براينا هيبقى في استشهاديين. يعني مستعدين للشهادة، مستعدين للتضحية بروحهم في سبيل الانتخابات تطلع بروحنا احنا. هم ما بيضحوش بروحهم، هم بيضحوا بروحنا احنا. على أي حال
اللقاء امتد حوالي 7 ساعات و 7 ساعات. طب المحصلة النهائية، أنا سمعت أيضا أنه حدث خلاف حول استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن الأحزاب الجديدة لشباب الثورة طلبت بعدم استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الانتخابات، وأن أحد رؤساء الأحزاب السلفية اعترض بشدة. اعترض وقال أنا أعتقد أنه نمرة واحد ثانية واحدة كده. تفضل يا فندم. أنا على الهوا يعني يعني هو تفضل. أولا أنا أعتقد إنه هذا الموضوع أثير أكثر من مرة، وأنا طالبت بأن ينص في القانون على هذا الموضوع وعلى عقوبة، لأنه لا عقوبة بغير نص. لابد من وضع عقوبة لتجاوز الإنفاق المالي، ووضع عقوبة لاستخدام الشعارات الدينية للدعم. وأثيرت القضية لقاء إن الخطب والمساجد وكذا 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 وكذا. لابد من نص قانون، لأن لا عقوبة بغير نص. النقطة الثانية، طبعا في أحد الأحزاب السلفية قال إنه إحنا حزب إسلامي وبتاع، فرد عليه إن ده خارج عن مخالف للدستور ومخالف للقانون. وتحدث احد اعضاء المجلس العسكري قال اللي شايف ان في مخالفه قانونيه يتقدم بشكوى مباشره الى لجنه الاحزاب، لان هي اللي اصدرت القانون. لكن أصدرت لم تتوصلوا الى اي نتيجه من هذا الاجتماع فيما يتعلق بالانتخابات والخطوات القادمه؟ النتيجه الوحيده هي انه كان فيها احتجاجات كثيره على توزيع الدوائر وتقسيمها، وطرحت حجج يعني فاقعه يعني. فانتهى الامر بانه قال طيب الاحزاب اللي عندها اعتراضات على تقسيم الدوائر تقدمها خلال 72 ساعه. القضيه هي الزمن، هي السرعه، هي الضروره، انك يعني الموضوع ده كله يتعمل خلال كام يوم كده ونخلص منه. موضوع مش بسيط طبعا، وخصوصا تحديد الدوائر دي، ده مشروع، ده شغلانه ده مشروع كبير يعني. ده شغلانه ثانيه. شكرا سعاده الدكتور رفعت سعيد، وان شاء الله نلتقي بك قريبا في استوديو ناس بوك معانا على الهواء ان شاء الله، والمزيد عن حزب التجمع ودوره في الانتخابات القادمه ان شاء الله.